الجلال والإكرام، ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك. اللهم رخص لنا الأسعار يا الله، اللهم نزل لنا الأسعار يا الله، اللهم اجعلنا رحماء بين بعضنا يا الله، تب علينا يا الله، اجعلنا من أهل لا إله إلا الله يا الله، اللهم ثقل موازيننا بلا إله إلا الله، اللهم نعمل بلا إله إلا الله، نبلغ لا إله إلا الله، يا رب دخلنا الجنة بلا إله إلا الله، أدخلنا قبورنا بلا إله إلا الله، نور قلوبنا بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا مبلغين لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، واجعلنا أخوة من أخوة الراحمين يا الله، تب علينا يا الله. اللهم أجل بنصرك يا الله، اللهم خلصنا من بشار وأوانه يا الله، اللهم خلصنا من بشار وأوانه يا الله، اللهم خلصنا من الشبيحة يا الله، اللهم خلصنا من الذي لا يخافك يا الله، وتب علينا وارحمنا وتقبل منا رمضان يا الله، واجعل لنا عيد سعيد يا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.